السيدات والسادة، إن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالاً يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي ولبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة. فمن ناحية توفر مصر فرصاً استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادي، إضافة لما توفره كبوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى. ومن ناحية أخرى يعد الجانب الألماني بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة شريكاً استراتيجياً موثوقاً على أصعدة متعددة. وتأسيساً على ما تقدم، فهناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزاً لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الإفريقية. وبحيث تضيف للتاريخ الطويل من الترابط القائم بين القارتين الأوروبية والإفريقية والتي تشكل الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإفريقية ركناً أساسياً منه. وهو ما نأمل أن تفضي هذه مخرجات اجتماعنا إلى تطويره والارتقاء به من خلال إجراءات عملية توفر التمويل وتعرض فرص الاستثمار وتحفز الشركات بشكل عملي. ولعل المبادرة الألمانية بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في إفريقيا تعد بمثابة تطور مهم نحو تحقيق هذه الغايات المشتركة. السيدات والسادة، في الختام أود تأكيد وجود قصص نجاح عديدة للشراكة بين ألمانيا ودول القارة الإفريقية. لا يوجد مجال للتطرق إليها تفصيلاً، وإنما يكمن المغزى في الاسترشاد بعوامل وظروف نجاحها وجعلها حافزاً لمزيد من التعاون بما يمثل تطبيقاً عملياً لمنطق المنفعة المتبادلة.